إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن جائزة ولا شيء فيها، بل هو من جملة المستحبات، لأن هذا القول مطلق في الذكر لله عز وجل، أو مطلق ذكر لله تعالى، وقد أمرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: قل صدق الله. والربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعا، إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى، ولا يقال إن هذا إحداث في الدين بما ليس منه، بل هو إحداث فيه بما هو منه ولم يخالف أصوله. وقد عد الحكيم الترمذي من آداب تلاوة القرآن الكريم كما قال الإمام القرطبي، قال: ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليماني.